اللي بنواجه تطرف للأسف ديني، اللي بتفرجي فعلا خطاب كراهية واضح على القليل أنا بحكي هون بهالموقع للمسيحيين في مدينة القدس، وهذا إشي إحنا بنرفضه رفضا كاملا. الفكرة هي إنه الناس الموجودين عايشين مع بعض، إن كان من الديانات الإبراهيمية الثلاث، إن يعرفوا كيف يعيشوا مع بعض باحترام، واحترام كمان حرية العبادة والمقدسات أهم شيء. هذا هو مطلبنا، إحنا مش طالبين لا عجائب ولا طالبين أشياء اللي هي مستحيلة.